مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في لقاء يومي يتجدد دائما على شاشه النيل للاخبار وحلقه جديده من القاهره تمتد مع حضراتكم كالمعتاد من الان وحتى قبيل منتصف الليل. لدينا اليوم جوله مع اهم احداث اليوم، وايضا لدينا موضوعان للحوار. موضوع الحوار الاول يعني يعد موضوع مهم جدا، هو كيفيه مواجهه حرب الجيل الخامس فيما يتعلق باستخدام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والأخبار والشائعات اللي من شأنها تكدير الأمن وتهديد أمن المجتمع واستقراره. الحقيقة خلال الفترة القريبة الماضية شهدت الساحة الإعلامية جدل كبير حول نشر إحدى القنوات العالمية لتقرير مفبرك عن واقعة عن أنها حدثت في مصر، ولكنها بطبيعة الحال أثبت أنها يعني مختلقة بالكامل. الموضوع أثار الرأي العام بصورة كبيرة جدا، لأن صدور مثل هذه الموضوعات من قنوات عالمية والمفترض أن ليها ثقل على الساحة الإعلامية أمر في غاية الخطورة. في هذا الإطار أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اللي بتبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية. ذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن النائب العام أمر بتكليف المحامين العموم ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه باستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية. للحديث حول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا سوف يكون معنا في الوقفة الحوارية الأولى من حلقة اليوم من القاهرة الأستاذ حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين وأيضا عضو الهيئة الوطنية للإعلام، للحديث عن كيفية مواجهة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات اللي بتبث عبر وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع الحوار الثاني هيكون عن اجتماع مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، وأيضا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التنمية المحلية أبو بكر الجندي وعلاء أبو زيد محافظ مطروح. خلال هذا الاجتماع شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إزالة جميع التعديات على أراضي الدولة أيا كان المسؤول عنها، حفاظا على حقوق الدولة المالية بهذه الأراضي وأيضا تحقيق عائد اقتصادي يستفيد منه المجتمع بأسره. أيضا خلال هذا الاجتماع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الفرص الاستثمارية في كل المحافظات بشكل مجمع، مطالبا ببلورة خطة متكاملة في هذا الإطار يتم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة في إطار جهود التنمية الشاملة في جميع ربوع الجمهورية. حول هذا الموضوع وهذا الاجتماع المهم وهذه التوجيهات وبالتحديد التوجيهين اللي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون معنا النائب عصام عثمان إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. مشاهدينا بدايتنا كالمعتاد مع جولة مع أهم أحداث اليوم، ولكن بعد الفاصل.
مشاهدينا الكرام أجدد التحية بحضراتكم ونبدأ هذه الجولة الإخبارية من وضع حجر الأساس لمدينة العالمين الجديدة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وضع حجر الأساس لمدينة العالمين الجديدة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تشييدها على أحدث طراز معماري كمدينة متكاملة تعمل طوال العام. كما قام الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات القومية والمدن الجديدة عبر شبكة الفيديو كونفرنس. تعد مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تشييدها على أحدث طراز معماري كمدينة متكاملة تعمل طوال العام، وسيقوم بها جامعات بدأ بالفعل تنفيذها ومدارس ومختلف الخدمات بجانب الأنشطة السياحية المختلفة، ومن المتوقع أن تستوعب 400,000 نسمة. ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها وسيتم طرحها للحجز خلال الشهر المقبل. وخلال الافتتاح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية خلال 15 يوما. دعا الرئيس السيسي الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان لإلزام الشركات العاملة معها بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوم. تسمحوا لي ان انا اضيف؟ لا يا فندم، انا عايز المبلغ للمليون في خلال 15 يوم. ازاي بقى يا كامل يا وزير؟ فين هات شمالية؟ فين هات شمالية؟ كل اللي عندك يا فندم سلم المبلغ للبنوك باسماء بكشوفات بارقام البتاع وتتعمل الوثائق. لو في مشكله قول لي. في عندك مشكله؟ لا صحيح، انا بتكلم بجد. وزاره الاسكان انا يا فندم في شغالين معاكم 2 مليون اخد تمام في خلال 15 يوم ب 2.5 مليار او ب 5 مليار. وبالمناسبه لا، الوثيقه اللي بتكلم عليها ما اعرفش اذا كان المحافظ ليه وجهه نظر ثانيه. لا صحيح، فيها مشكله لو الحد الاقصى، يعني لو قلنا كل الناس 2500 ده هيبقى في مشكله لشركات التامين؟ مفيش مشكله ممكن كل الناس، مش كده؟ طيب انا بقى عايز الرقم الاقصى يا فندم. وفي كلمته خلال تدشين مدينة العالمين الجديدة أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن شهادة أمان للتأمين على العمالة المؤقتة شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية وقيمتها 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه. أشار إسماعيل إلى أن الشهادة عبارة عن غطاء تأميني ووعاء ادخاري ويبدأ قسطها الشهري بأربعة جنيهات وأعلى قسط هو 20 جنيها وستكون مدة الاستفادة منها 5 أو 10 سنوات. لقد توصلنا إلى فكرة شهادة تحمل اسم أمان، وهي شهادة بلا إجراءات ولا مستندات إدارية، وقيمة هذه الشهادة 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، فهي غطاء تأميني ووعاء ادخار. وهذه الشهادة يبدأ قسطها الشهري بأربعة جنيهات وأعلى قسط 20 جنيها، وستكون مدة الاستفادة من الشهادة إما 5 سنوات أو 10 سنوات، وتصرف في حالة الوفاة لا قدر الله بمزايا غير مسبوقة، ويمكن أن يكون التعويض في صورة مبلغ يسدد كدفعة واحدة. المبلغ حضرتك في حالة الوفاة الطبيعية إذا كانت يعني في حدثت الوفاة لا قدر الله بيبدأ من 10,000 إلى 50,000 جنيه في الحقيقة في الوفاة الطبيعية. في حالة الوفاة بحادث بيبدأ من 50,000 ويصل إلى 250,000 جنيه، ويمكن أن يكون هذا التعويض في صورة تعويض شهري. وللتعرف على معلومات أوفى عن مدينة العالمين الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب عمرو أبو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا وسهلا بك يا فندم. تفاصيل أكثر عن مدينة العالمين الجديدة. أولا طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح مشاريع تنموية ومشاريع إسكانية في مدينة العالمين. يمكن في الفترة السابقة احنا كنا بنعاني ان المشاريع التنموية دايما كانت بتتعمل في العاصمة وما تتعملش في مدن الصعيد والاماكن المتطرفة من الدولة المصرية، ولكن الرئيس
عبد الفتاح السيسي كسر القاعده وبدا يعمل مشروعات تنمويه في المناطق الحدوديه زي منطقه العلمين، منطقه اسوان، منطقه الصعيد ومناطق شبه جزيره سيناء، ده دليل ان رئيس عبد الفتاح السيسي بدا ينظر إلى جميع بقاع الدولة المصرية وكل منطقة بتتميز بصناعة معينة أو مميزات معينة بيستغلها لصالح الدولة المصرية إذا كان من ناحية الزراعية أو من ناحية الصناعية. فيمكن إحنا لما عملنا لجنة الإسكان زيارة لمدينة العالمين اتكلمنا في التقرير بتاعنا إن مدينة العالمين محتاجة مشروعات تنموية لزيادة فرص العمل لهذه المنطقة حتى يتم إشغال الإسكان الاجتماعي على المدن الإسكانية اللي معمولة مؤخرا. ولكن إن أنا شفته إن رئيس عبد الفتاح السيسي قرأ أفكارنا وفعلا بدأ يفتح مشروعات تنموية في مدينة العالمين، وبدأ يفتح مشروعات تنموية في سيناء، وبدأ يفتح مشروعات تنموية في صعيد مصر. نعم سيادة النائب، مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع من المدن، حضرتك تشرح لنا يعني إيه الجيل الرابع من المدن ومواصفات هذه المدن؟ أولا مدينة العلمين بتتميز بمدينة إنها خارج التلوث البيئي، مدينة تتميز بزراعات معينة لا تتأثر بالتلوث البيئي، مدينة ممكن نعمل فيها مدن صناعية متطورة بعيدة عن التكدس السكاني غير العاصمة المصرية. يمكن المشروعات التنموية اللي اتعملت في المدن الحدودية مميزة وغير مسبوقة في مصر، في جمهورية مصر العربية. نعم سيادة النائب عمرو أبو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. أصدرت القوات المسلحة بيانها 13 بشأن العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب سيناء 2018. أفاد البيان بمقتل 13 عنصرا تكفيريا وإلقاء القبض على 86 من العناصر المشتبه بها، فضلا عن تدمير القوات الجوية لتسعة أهداف. كما أسفرت العمليات عن استشهاد ضابطين وإصابة ضابط وصف ضابط. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أركان حرب طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا بك. قراءة حضرتك للبيان 13 في ضوء البيانات والأرقام اللي وردت فيه يا فن. هي البيان 13 دخل البيانات بكتابة بيأكد نجاح العملية يوم بعد يوم. نعم. والنقطة المهمة قوي فيها في أبرز ما جه في الملامح الرئيسية للأسف اللي اتدمرت في البيان إن في عدد كبير جدا من الملاجئ والأوكار اللي مجهزة نفسيا بصورة حقيقة تقوم على إن في عسكريين وأجهزة مخابرات بتديهم للإرهابيين لوب تجهيز، وده يبين إن البعد الخارجي في دعمهم. وايضا يبين الحقيقه ان القبض على 86 فرد ان العمليه القانونية كبيره جدا قبض عليهم متنوع عن البيانات السابقه كان ممكن يقول لك الحقيقه البعد القانوني متراعي. ثالث نقطه ان اكتشاف مزاد من المخدرات بعدد كبير جدا اضافه لمخدرات معدل التداول يستعمل اي يتمسح بالدين تماما. نعم سيادة اللواء، العملية الشاملة سيناء 2018 لا تركز فقط على الجانب الخاص بالإرهابيين، ولكن هناك شق في العمليات مرتبط بالجريمة التقليدية، يمكن زي ما حضرتك ذكرت المخدرات وكم المزارع اللي تم تدميرها حتى الآن، تكاتف قوات الجيش مع قوات الشرطة في إنجاح هذه العملية تحديدا سيادة اللواء. السؤال ده مهم وفي نقطتين للإجابة عليه. النقطة الأولانية إن من ضمن اللي اتقبض عليهم عدد من المطلوبين جنائيا والمشتبه فيهم جنائيا، وده بيأكد إن في بعض الفريقين من السجون جنائيا لجأوا للإرهابيين عشان يحتموا تحت مظلتهم وبيستخدموا الإرهابيين بيستخدموه، وده اللي الحقيقة اتظبط فيه البيان ده. والبيان اللي طبعا الحمد لله إن الشرطة طبعا المصرية قايمة بجهود جدا فوق 600 كمين ودورية على طرق ومحاور علشان
التأمين الحيوية، وأيضا تنشيط مناطق قسم حرارة محافظة الجمهورية، ضبط التأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كل ده مخلي الإرهاب عليه ضغط مستمر والمستمر. سيادة اللواء أركان حرب طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة ومعذرة لرداءة الصوت من المصدر. أمر النائب العام المستشار نبيل صادق باستدعاء سائقي القطارين المتصادمين على خط دمنهور الجيزة بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لاستجوابهما بمعرفة النيابة. كما أمر النائب العام بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين المتصادمين مع تشكيل لجنة من المختصين لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير من الناحية الفنية. تستعد الهيئة الوطنية للإعلام للقيام بالتغطية الإعلامية لمرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية طبقا للتوقيتات الزمنية والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الإعلامية المهنية والمساحات والدقائق المخصصة للمرشحين. وقد ذكرت الهيئة في بيان لها أنها تحرص على تنفيذ التغطية الإعلامية لهذه المرحلة من خلال إعطاء فرص ومساحات زمنية عادلة للمرشحين أو حملاتهما الانتخابية لعرض رؤاهم وبرامجهما الانتخابية وفقا للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع أهم أحداث اليوم. بعد الفاصل نلتقي بالوقفة الحوارية الأولى، ابقوا معنا.